طيب نكمل يا شباب في الانترميديات ماشين ليرنينج. تمام، توقفنا المرة الماضية عند الكاتيجوريكال فاريبلز، بدنا نشوف كيف نعملهم هاندل. المرة الماضية حكينا انه بدنا نشوف الاساليب اللي بدنا نتعامل معها مع الميسنج فاليوز، وحكينا في عندنا ثلاث اساليب. ايش هي الاساليب الثلاثة؟ نعمل دروب للعمود، استبدال الميسنج فاليو في الأعمدة، تمام، استبدال وإضافة كولوم. ممكن نضيف لها أسلوب رابع اللي هي تعمل دروب للروز، دروب للروز، تمام، صحيح. وشفنا كيف انه انت تشوف قديش عدد الميسنج فاليوز بالضبط وبتعملها سم. نعم، الآن بدنا نشوف الكاتيجوريكال فاريبلز. سيرسايز 3، تمام؟ فحكينا انه في الدرس هذا في مشروح ثلاث اساليب، تمام؟ وبدنا بدك تضيف عندك انت اسلوب رابع. الثلاث اساليب هما انه تعمل دروب للكولوم، انه تعمل ريبليس للميسنج بالمتوسط، وانه انت تعمل ريبليس وتضيف عمود وتحط انه ترو او فولس انه كان ميسنج ولا لا. وبدنا نضيف الاسلوب الرابع انه انت تعمل دروب للسجلات اللي فيها ميسنج. طبعا هذا بده يكون بناء على تقدير اعداد السجلات اللي فيها ميسنج فاليو، فبتشوف قديش انه انت عندك سجلات. شفنا هذا الكلام كيف انه انت بتجيبه، وعلى هذا الاساس انه انت بتاخذ قرار. طيب الان في الدرس الثالث بدنا نحكي على الكاتيجوريكال فاريبلز، والكاتيجوريكال فاريبلز حكينا انه احنا في عندنا نوعين. في عندنا اوردينال ونون اوردينال، تمام؟ والكاتيجوريكال فاريبل هي عباره عن ليميتد نمبر اوف فاليوز. يعني على سبيل المثال انه انا اعطيت سيرفي للكاستمرز اللي عندي، تمام؟ انا عندي متجر وبدي اشوف ايش الالوان المفضله، اخذت عينه من الكاستمرز وبدي اشوف ايش الالوان المفضله عشان لما اجيب البضاعه ما يجيبش الوان ما حدش ياخذها بعد هيك يعني. فالالوان عباره عن كاتيجوري ليست اوف فاليوز، والليست هذه انه ليميتد نمبر اوف فاليوز، يعني عندك الالوان محدوده، احمر اخضر اصفر ازرق، تمام. هذه بتكون هذا النوع من الكاتيجوريكال فاريبل بيكون نون اوردينال. ايش يعني نون اوردينال؟ يعني انه الترتيب فيه ملوش معنى. وزي ايش كمان مثال على هذا الكلام؟ انه شو نوع السياره اللي انت بتمتلكها، هوندا، تويوتا، فورد الى اخره، فهدول انه الترتيب ملوش اي معنى على الاطلاق. في عندك نوع ثاني من الكاتيجوريكال فاريبل ممكن انه احنا نسميه اوردينال. اوردينال جايه من الاوردر، انه الترتيب فيه مهم، تمام، وله معنى. زي ايش مثلا؟ على سبيل المثال انه هاو اوفن او اوفتن يو ايت بريكفاست، فانا عندي نيفر، ريرلي، موست دايز، افري دايز، افري داي، تمام. فهذه انا عندي عباره عن مستويات والترتيب فيها مهم. طبعا حكينا ملاحظه كمان المحاضره الجلسه السابقه انه المشين ليرنينج الجوريثمز ما بتحب انه هي تتعامل مع الكاتيجوريكال فاريبلز، بتحب تتعامل مع ارقام. فبالتالي بدي اعمل حاجه اسمها انكودنج، والانكودنج فيه انواع، ليبل انكودنج، وان هوت انكودنج. فبالتالي الكاتيجوري هذه راح تتحول لارقام. في الاوردينال الترتيب بيكون مهم جدا، فعشان هيك انه مهم جدا ان تقول والله نيفر يعني زيرو، ريرلي يعني واحد، موست دايز اثنين، افري داي ثلاثه، تمام. ما ينفعش انه انت تقول مثلا هذه ثلاثه، هذه واحد، هذه اثنين، لا. فالكلر ممكن يمشي هذا الحال انه انت بترمز كل كلر بإندكس معين، انه الاحمر مثلا سبعه، والاخضر ثلاثه، والازرق اثنين، اختار الإندكس اللي انت بدك اياه، تمام. في عندي ثلاث اساليب للتعامل مع الكاتيجوريكال فاريبل. اول اسلوب انه احنا نعمل له دروب، والسبب في ذلك في الدروب انه زي ما حكينا انه المشين ليرنينج الجوريثمز يعني في يعني معظمها، انه مش معظمها، جزء منها ما بيقدر يتعامل مع الكاتيجوريكال اتريبيوتس. فبالتالي انه الاسهل انه انت تعمل له دروب، تمام، بتحب تتعامل هي مع ارقام. الاسلوب الثاني اللي هو الليبل انكودنج. في الليبل انكودنج انه بتروح بترمز
انت عندك هذا العمود بريكفاست، فبتروح تستبدل كل فاليو افري داي، بتروح تستبدلها مثلا بثلاثة. خلينا نبدأ بالترتيب: نيفر زيرو، ريرلي واحد، موست دايز اثنين، وافري داي ثلاثة، وهي نيفر هيها مكررة هنا زيرو بهذا الشكل. تمام. مرة ثانية برجع بكرر لك هذا الكلام، انه ممكن تطبقه على الاوردينال والنون اوردينال كاتيجوريكال اتريبيوت، ولكن انه بدك تخلي بالك في الاوردينال انه انت تحط الترتيب الارقام انه تراعي بس، هاي كل الفكرة. الاسلوب الثالث اللي هو الوان هوت انكودينج. في الوان هوت انكودينج شو بصير؟ فور افري كاتيجوريكال فاريبل او فاليو عفوا، شو بتروح بتسوي؟ بتروح بتنشئ عمود، تمام، وبتحط فيه الفاليو واحد وفبقيه الفاليوز صفر. يعني انا عندي هنا في الالوان بروح بحصر كل الالوان، حصرهم مهم جدا. تمام. انا عندي ثلاث الوان، فبالتالي هذا العمود راح يتحول لثلاث اعمده: ريد، يلو، جرين. وعند السجل الاول هنا بحط واحد قبال الاحمر وصفر اصفار عند بقيه الالوان. هنا برضو احمر اصفار عند بقيه الالوان، اليلو هيو قباله واحد والبقيه اصفار، وهكذا. تمام. لا يرمز لشيء، يعني الرقم مش معنى. هذا بيكون من ضمن الاسلوب الاول اسمه ليبل انكودينج. لا كان له معنى زيرو ربع ثلاثة بردين. لا لازم لو كلر، ما هو في الكلر انت ممكن تطبق برضو عليه الليبل انكودينج. ماشي، بس انا بديش يكون في هذا في حسابات الماشين ليرنينج، بدي اقول له انه هذا الاتريبيوت انت بتخش يعني اعتبار انه ارقام وكذا، في طريقه زي هيك؟ لا يعني، يعني كمان مره بدي اكرر لك اياها كمان مره. الان الليبل انكودنج ممكن تطبقه على الاوردينال والنومينال، تمام، اللي هو النون اوردينال، هذا اسمه نومينال برضه، هذا اسمه نومينال. بس في النومينال، في الاوردينال عفوا، بدك تراعي انه افري داي بدك تحط، او نيفر بدك تحط لها زيرو، انه تراعي الترتيب. اما هذيك خذ الاندكس اللي بدك اياه، حط الاحمر الرقم اللي بدك اياه. فهذا كلام انت بتتركه للماشين انه هي لحالها بتروح بتوزع الفاليوز او الانكودينج على الفاليوز تبعت الكاتيجوريكال اتريبيوت، هي بتوزعه. لكن في الاوردينال انت بدك تقول له انه الترتيب، خلي بالك بدي الترتيب كذا كذا كذا. في النومينال انت ممكن تتركها انه هي توزع، بتوزع بشكل عشوائي. في الاوردينال انت بتقولها انه وزعي بس بالترتيب هذا. تمام. يعني خلاصه القول انه الليبل انكودنج انت ممكن تطبقه على الاوردينال والكاتيجوريكال، تمام، لكن يفضل انه انت انه عفوا على الاوردينال والنومينال، لكن يفضل النومينال انه انت تطبق عليه الوان هوت انكودنج. ولكن احيانا على سبيل المثال انه انت عندك عمود تبع الكانتري، وبدي اسال سؤال محرج: كم كانتري احنا عندنا في العالم؟ 200 وشوية. تمام. تخيل حالك انه انت بدك تعمل 200 عمود عشان تعمل ليبل وان هوت انكودينج. ف كيف؟ وتريح راسك تعمل دروب للكانتري؟ بالضبط، طبق عليها ليبل انكودينج عادي. تمام. يصير خلل في الحسابات، التوقعات، الداتا، كل شيء من هذا، انه الدولة مثلا فلسطين واحد امريكا اثنين، مش حياخذها بعين الاعتبار؟ لا لا، مش حياخذها هو بعين الاعتبار شغله. لا لا لا، ما بتتاثر الشيء. يعني هو يفترض انه هو يتعلم، تمام، وانت بتدي له انماط، فبالتالي انه بدل ما كانت انه هي عباره عن رموز انت اديته اياها انه عباره عن انديسيز. طيب نشوف هذا الكلام كيف احنا بدنا نطبقه بشكل كود. احنا في عندنا الملبورن هاوسينج داتا سيت، هذه تعاملنا معها المره الماضيه.
شوف الهيد تبعها، شوف انت ايش في عندك اتريبيوتس. واضح انت عندك انه الثلاث اتريبيوتس هدول عباره عن كاتيجوري كاتيجوريكال، تمام، والبقيه عباره عن نمبرز، تمام، نيوميريك. فانت كيف ممكن انه انت تشوف تعمل فلتره، تجيب لسته من الكاتيجوريكال فاريبل انه بتقول له انه دي تايبس بتساوي، هذا عباره عن شرط. لاحظ انه هو محطوط بين قوسين زي هيك، فهو عباره عن شرط، فبتقول انه الاس بتساوي الاكس ترين دوت دي تايبس اوبجكت، تمام. فبتروح بتعمل لسته لهدول او بتعرضهم اللي هو الاوبجكت كولومز، بتجيب الانديسيز تبعتهم وبتروح بتعرضهم، فبقول لك انه انت في عندك الثلاث اعمده هدول، تمام. هذا الكلام انت ممكن انه انت تسويه على شكل لوب زي هيك بشكل مبسط. انا بدي ارجع لك هنا على النوت بوكس اللي عندي، وكانت اسمها هاي. واعمل edit لإلها. انا عندي الداتا اسمها df، فبالتالي بحكي هنا for column n df.columns، بحكي انه اذا كان ال column.dtype بتساوي object، بعمل print لهاي هذا الكول. تمام؟ فهيك طلع لي كلهم اللي فيهم object. تمام؟ أما إذا كان إنه بدي أطلع الانتجر 64، نفس هذا الكود، تغير هنا int، تمام، بس انا عندي rooms، البقيه floats، او ممكن احط لك اياها هنا or same condition again، وهنا float، تمام. او بتروح تستخدم الشرط تبعه بشكل مبسط زي هيك، زي ما موضح عندك هنا، بتقول انه اعمل لي ليست، تمام، اللي هو الكاتيجوريكال اتريبيوتس بالضبط. انه بحط انه هي عباره عن ليست، انه هذا عباره عن كونديشن ايكوال ايكوال، فبروح بلف على كل عمود، هذا اوبجكت ترو، هذا اوبجكت فولس، هذا اوبجكت ترو، هذا، فبالتالي بيجيب لك اياها زي هيك، تمام. هذه انت عملت فيها كاستنج للاز، مش هذه عباره عن داتا فريم سيريز، تمام،
والتايب تبعها عبارة عن بوليان، هذا العمود التايب تبعه بوليان، فبالتالي انه انت عملت له كاستنج لليست عشان انه هو يطبع لك اياه بهذا الشكل، تمام. وهنا انت بتقول له انا بديش الفاليو، بدي اسم العمود اللي هو هذا وليس هذا. تمام. طيب نشوف الخيار الأول، هذه أسهل حاجة، تمام. يعني أنت مثلا على سبيل المثال أنه أنت بدك تستثني، بدك تعمل df cat، أنه بدك تجيب الداتا فريمز أو تجيب سب تيبل للداتا سيت للأعمدة اللي فيها بس categorical، بتساوي df، وبحكي له هنا انه dtypes exclude object، هذه بتكون numbers عفوا، نعم. بحكي له dtypes، خلي بالك لما انت تقول للداتا فريم dtypes، لما تقول للعمود dtype لحال بدون اس، تمام. وبحكي له هنا الخيار exec، select دي تايبس مش دي تايبس. هنا بديله ال exclude بتساوي object. كشف الحضور. فشوف هذا كله عبارة عن أرقام اللي هو النمبر والبرايس والديستانس بوستال كود إلى آخره، تمام؟ فأنت رحت هنا طلعت الكاتيجوريكال اتريبيوتس، تمام؟ استثنيتها إنه هنا دروب اكس ترين، لأنه هذه بدك تعملها دروب للأعمدة اللي من تايب أوبجكت، هذا الكلام أنت طبقته على الاكس ترين والاكس فاليد، تمام؟ وهنا انت عندك اليوتيليتي فانكشن اللي هو السكور داتا سيت، ايش اديته هذول الاعمده بدون الاوبجكت اتريبيوتس، بدون الكاتيجوريكال اتريبيوتس. واضح يا جماعه كيف كله فلوت وانتجر، تمام. طريقه ثانيه غير هذيك الطريقه، كيف طريقه ثانيه؟ هاي هذه ان انت عملت دروب لبعض هذا، لا ما عملتش دروب، انا عملت داتا فريم جديد، تمام. الداتا فريم جديد هذا ايش نوع الاتريبيوتس اللي فيه؟ كل حاجه ما عدا الاوبجكت اللي هو الكاتيجوريكال، يعني اي اللي فوق هذه بس انه احنا عملنا ليستنج. هلقيت في الليستنج، تمام. اجيت في الليستنج، هيو احنا عاملين الليستنج هيو هنا، صح. وين خزنته؟ في ليست اسمها هيو اوبجكت كولومز. لو بدي الكات دي اف او دي اف كات بتساوي دي اف، وبتدي له اللي هي اوبجكت، تمام، اللي هي سبب والادرس تايب والميثود، كله هدول عباره عن كاتيجوري. ماشي، بس انت يعني كيف بدك تعملها؟ انت حددت هدول الاوبجكت اتريبيوتس، بدك تاخذهم في داتا فريم لحال ولا بدك تعمل دروب في الداتا فريم الاصلي؟ احنا اتفقنا
انه دائما انه في الهاندل للديتا في الديتا فريم تاخذ كبي منها. ليش؟ لانه انت بدك تجرب ثلاث اساليب. لو انت عدلت على الديتا فريم الاصلي بدك تضطر تعمل ريد للديتا سيت من اول وجديد. ليش تغلب حالك؟ فخذ نسخه منها العب فيها زي ما بدك وخلي الديتا فريم الاصلي دونت تاتش. صحيح، بس انا ايش اخذت؟ الكاتيجوريكال اتريبيوت، بس هدول انا ما بدي اياهم. وين هذه؟ ليش لا يساوي اوبجكت؟ طب ثواني طول بالك علي. هاي صح؟ هذه صح؟ هذه مالها؟ ماشي. وقصدك بدك تاخذ منه داتا فريم بنفس الطريقه انه زي هذه زي هيك؟ بيمشي الحال. بيمشي الحال. طب مين اسهل انه انت تعمل هذا الكلام انه في هذا الستيب وبعديها تروح تعمل انه سب تيبل او سب داتا فريم من الفريم الاصلي، ولا تقول له انه اكسكلود او سيلكتد او سيلكت داتا دي تايبس وتقول له انه اكسكلود الاوبجكت؟ هذه اسهل. تمام. الان السكور داتا سيت ايش بدنا نديله؟ بدنا نديله اللي هو الترين والفاليد، اللي هي عباره عن الاعمده اللي فيها ارقام بس لانه عملنا دروب للكاتيجوري. تمام. والواي ترين والواي فاليد وجاب لي قديش؟ 17.57. نجرب الاسلوب الثاني ليبل انكودنج. تمام. شو بروح بسوي؟ برضه باخذ نسخه من البيانات لانه انا بدي اعدل على البيانات هذه. تمام. يبقى هنا make a copy to avoid changing original data. تمام. طبعا هنا من الاسكي ليرن بري بروسيسنج بدك تعمل امبورت لليبل انكودر. هذا عباره عن ايش؟ كلاس. تمام. عرفنا منه اوبجكت هيو اسمه ليبل انكودر. تمام. وبدك تروح تلف على الكولومز ان اوبجكت كولومز بعد ما احنا حددناها. تمام. ايش بدك تقول له؟ بدك تقول له انه اعمل لي ليبل انكودنج لهذا الكولوم. تمام. طبعا انت عندك في الاكس ترين عملت فيت ترانسفورم والاكس فاليد عملت ترانسفورم بس، واضح شو السبب. فيت ترانسفورم ايش بتسوي؟ بتروح تحصر الكاتيجوريز. لا مش استبدال بالمينز، هنا انكودنج. انكودنج تمام. اقول لك ايش بتسوي؟ تعمل حصر لكل الكاتيجوريز وبتروح تدي اندكس لكل كاتيجوري. تمام. هذا الفيت ترانسفورم وبتطبق هذا الكلام. اما الترانسفورم فقط ايش بتسوي؟ انه كل كاتيجوري فيه لها اندكس مقابل جابه من الخطوه السابقه، بس مجرد انه هو بيستبدل بس. تمام. ونجيب السكور لهاي الطريقة. قديش جبنا؟ 16,000. يبقى الدروب ولا ليبل انكودينج؟ ليبل انكودينج أفضل لغاية الآن. شوف الأسلوب الثالث اللي هو الوان هوت انكودينج. تمام؟ هي لحالها ايش بتسوي؟ بتروح تعمل حاجات الليبل انكودر. لو انت بلزمك ترتيب معين بدك تمرر له اياه كبراميتر، لو بلزمكش ترتيب معين خلاص هو لحاله خليه يحط. تمام. هذا كلام وين في الدوكيومنتيشن؟ هيو. تمام. ف
هاي انت عندك باريس طوكيو امستردام، عرف ليبل انكودر تمام، جاب الكلاسز او الكاتيجوريز اللي موجوده هنا، عمل ترانسفورم لها، فراح عمل انه تحولت الارقام 2 2 1 هيها نومينال مش اوردينال، وطبق عليها الليبل كودينج، وهو لحاله راح اختار الارقام. في عندك داله هنا انه بدك تدي له الليستة هيو ordinal encoder تمام. الordinal encoder انت في عندك هنا auto او بتدي له list، بتقول له list هذه خد اعمل لي 0 1 2 3 حسب الترتيب اللي انا بدي لك اياه في الليست تمام. اوتو هو لحاله بعمل، فبتصير زي الليبل انكودر تمام. هي بتقول له انه ميل 1 في ميل 3 في ميل 2 هذه عبارة عن عمودين، هذه عبارة عن عمودين تمام. انت عندك ميل وفي ميل تمام، فبالتالي انه لما بده يعمل انكودينج فبتقول له انه هنا الكاتيجوريز راح حط الفيميل اول والميل هو الثاني، فبالتالي لما بستبدل انه الفيميل بتاخذ 0 والميل بياخذ 1 تمام. يبقى هنا انت عندك الخيار هنا الديفولت اوتو لحاله، الخيار الثاني انه انت بتروح بتدي له لستة وبتحط الترتيب اللي انت بدك اياه. تمام؟ وحكينا انه جاب لنا 16000. نشوف الاسلوب الثالث اللي هو الوان هوت انكودينج. شو عرفت؟ اوبجكت اسمه وان هوت انكودر. تمام؟ شو بدي احط باراميترز؟ بدي احط هنا الهاندل انون اجنور تمام، والسبارس بتساوي فولس. ايش الفرق بين السبارس والدنس؟ هذه سبارس ولا مش سبارس؟ sparse. ايش معناته هذا الكلام؟ انه انت تيجي هنا بتقول اسم العمود red 1 yellow صفر green صفر، هذا sparse. الدنس كيف بيكون؟ تروح تحكي هنا، هنا اقول لك هذا السجل الاول الثاني الثالث الرابع، هم اربع سجلات، الاول كان احمر والثاني كان احمر والثالث كان اصفر على ما اعتقد صح، والرابع كان اخضر. انا في عندي الان ناقصه في الجرين مش بيناتنا تمام. في الدنس ما بروحش بتطلع على هذا الكلام، ايش بروح بعمل لك؟ بروح بعمل لك ريد 1 ريد 1 يلو 1 جرين 1 دنس، يبقى بحط لك بس اسم العمود والفاليو اللي بتحمل قيمه نون زيرو، الزيروز مستثنيها
تمام؟ هاي مفهوم السبارس والدنس. طبعا هذا representation انت عندك للarrays، ممكن انه انت تيجي تستخدمه عندك في الذاكرة، فبدل ما انت تحجز حجم كبير انت عندك للarray، طب تروح انت بتختصرها representation dense زي هيك. هاي شوف sparse matrix، شوف لي كيف شكلها. طيب شوف معايا هنا على سبيل المثال انه الصف الاول انت في عندك هذه كم صف او كم عمود؟ هي 1 2 3 4 5، خمس صفوف في ست اعمده، تمام؟ انت على سبيل المثال هي الصف 0، تمام؟ ايش بحكي لك؟ ايش الاعمده اللي فيها فاليو؟ اللي هو العمود الرابع 0 1 2 3 4، وقديش الفاليو؟ 9 زي هيك، تمام؟ الصف رقم 1، تمام؟ هي الكولوم ايش الاندكس تبعه؟ هيو 0 1 والفاليو قديش؟ 8. فبالتالي هذا الريبريزنتيشن انه ريبريزنتيشن مضغوط لهي الماتريكس، فاحنا بنحتاجه وين؟ عندي هنا انه انا احكي انه سبارس بتساوي فولس، تمام؟ لانه انا بدي دنس ريبريزنتيشن. وايش كمان؟ انه الهاندل انوين بتساوي اجنور. ايش معنات اجنور؟ انه انت استثنيها، هيو مكتوب انت عندك هنا انه هاندل انوين اجنور تو افويد ايرورز على الفاليديشن داتا، لانه انت ممكن يصادفك كاتيجوري موجوده في بالضبط جديد، مش يعني موجوده في الفاليديشن مش موجوده في التريننج، فبالتالي انه اعمل اجنور لهي السجلات عشان انه احنا نتجنب الايرور، تمام؟ ونفس الفكره فيت ترانسفورم، ترانسفورم فيت ترانسفورم لايش؟ للترين، وترانسفورم فقط للفاليديشن، تمام؟ طبعا هاي العمليه بتشيل الانديسيز، فبروح برجعها مره ثانيه بهذا الشكل، تمام؟ الهاندل للميسنج فاليو حكينا انه هي بتشيل اسماء الاعمده، وبروح برجعها ثاني بنفس الخطوه. الليبل انكودنج او الون هوت انكودنج ايش بشيل؟ بشيل الانديسيز، فبروح برجعه ثاني. ما تنساش هذول الخطوات، تمام؟ بعديها الكولومز الاصليه بعملها دروب، ليش؟ قول لي ليش؟ هيا مش هذا الكلر؟ مش تم استبداله بثلاث أعمدة؟ بعمل دروب لهذا. خلاص مش محتاج، تمام؟ فبعمل دروب للأوبجكت كولومز، إنه بلف عليها زي هيك وبروح بعملها دروب، بحط الأكسس بتساوي 1، يعني طبق لي المحور على الأعمدة، تمام؟ ليش بدك ترجعه؟ ما انت عندك اوريدي يعني اوريجينال كوبي ماخذها منه، تمام؟ طيب بعد ما خلصنا العمليه هذه بدنا نرجع الون هوت انكودد كولومز مع نيوميريكال فيتشرز، فبنروح بنعملها كونكاتينيشن مع بعض. الكونكاتينيشن هنا، تمام؟ انه انت عندك كونكات، هذا كلام انه بدي اياك تشوف لي يا وين، بتروح تكتب pandas cheat sheet، في عندك هنا هاي الكونكات،
الكونكات باي ديفولت انه الاكسس بتساوي 0. ايش معنات هذا الكلام؟ انا في عندي 2 داتا فريمز بروح بحط لي اياهم تحت بعض، بفترض انه هما نفس الاعمده، فبالتالي هذه عباره عن سجلات اضافيه. لو بتقول له الاكسس بتساوي 1 بروح بحطهم جنب بعض زي هيك، تمام؟ ايوه الاكسس بتساوي 1، تمام؟ في انت عندك هدول الاعمده، تمام؟ راح لزقهم مع بعض بهذا الشكل. بالضبط، طبق هذا الكلام للترين وللتست، ساعتها نبدا نحسب السكور قديش جاب لي. 16600 هذا 16500، تمام؟ لاحظ انه انت عندك زادت عدد الاعمده. لما تزيد عدد الاعمده الماشين ليرنينج الجوريثم في الغالب يعني انه بيرتبك، الا اذا كان يعني وضعه يعني انه في عنده القدره التعامل مع العديد من الفيتشرز، تمام؟ فبالتالي نقدر نصل لكونكلوجن انه الليبل انكودنج هو الافضل، وانه انت ممكن انه انت تطبقه عندك على البيانات. طبعا في الحاله هذه طبقه عندي على البيانات في الحاله هذه، انت اي كيس جديده تقدرش تجزم انه والله هذا الاسلوب هو الافضل، فبدك تجرب الثلاث اساليب وبعديها انه تقدر انه انت تحكم. اوكي، فالان اجى دورك انه انت تحل الاكسرسايز.